السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه. النادي الاهلي بيواصل الاستعداد بمنتهى القوه لمبارياته المقبله، سواء مباراه المقاولون العرب يوم الثلاثاء اللي هيكون عندنا معاها وقفه، او المباراه الاهم في هذا الشهر وهذه الفتره تحديدا وفي البطوله بشكل عام، دوري ابطال افريقيا، مباراه الاهلي امام صن داونز في جنوب افريقيا، مباراه لا تقبل على الاطلاق القسمه على الاثنين، او بمعنى ادق لا تقبل بالنسبه للنادي الاهلي خساره الثلاث نقاط. ممكن تخسر نقطتين تفوز بنقطه، المهم ان انت ترجع بنتيجه ايجابيه، وما ينفعش على الاطلاق فريق صن داونز يحصد الثلاث نقاط، لان وقتها هيكون الامر صعب جدا، ومساله صعودك اصبحت او مصير صعودك اصبح مرتبط بانديه اخرى وعلاقات اخرى ومباريات اخرى، واحنا مش عايزين نصل لهذه المرحله. لكن خلينا نتكلم الاول عن اخبار النهارده النادي الاهلي وتدريبات النادي الاهلي اللي فيها بعض الاخبار السارة الحمد لله. يمكن اصابه محمد شريف وخروجه في الدقيقه 30 تقريبا بعد ما سجل الهدف الاول امام القطن الكاميروني ونزول شادي حسين عن خلال كدمه خدها محمد شريف، الحمد لله النهارده تم الفحص الطبي لمحمد شريف وتاكد جاهزيته تماما وسلامته وشارك في التدريبات الاستشفائيه. كهربا النهارده شارك ايضا في التدريبات الجماعيه مع اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراه القطن. كهربا كان غايب عن مباراه القطن، اصبح جاهز لمباراه المقاولين وصن داونز، وكذلك محمد شريف، ولسه الشحات وعمرو السوليه بيأدوا التدريبات التاهيليه للاصابه في عضله السمانه. برونو سافيو اصبح جاهز وكان يتم الدفع بيه بالامس في مباراه القطن الكاميروني، ولكن مارسيل كولر تبع لتصريحاته قال ان انا حبيت اريح اللاعب راجع من اصابه وبقاله فتره، وحطيته في القائمه معايا عشان يكون في الجزء الامامي، لو احتجت ليه في اي وقت اكون اقدر ادفع بيه 10 دقائق او ربع ساعه، ولكن ظروف المباراه والفوز بالمباراه وحسم المباراه مبكرا خلاني ان انا ما غامرش وان انا انزل برونو سافيو المباراه او تغيير، وفضلت راحته يكون جاهز لمباراه المقاولين العرب واكثر جاهزيه. وده الحقيقه النقطه المهمه جدا هي مباراه المقاولون العرب. وموقف غريب جدا جدا من بيج او اكونت رابطة الاندية على تويتر بعد انتهاء مباراة الاهلي والقطن الكاميروني تحديدا، والنادي الاهلي وجماهيره بدأت الاحتفالات على وسائل التواصل الاجتماعي، فاذا بتويتة نزلت بتفكركم بمباراة الاهلي والمقاولين العرب يوم الثلاثاء في الموعد الساعة 7 مساء، وكأن يعني في نوع من انواع لا احنا مش هنقبل اي كلام او مساومات او تأجيل او ما شابه. حتى لو انت مش تقبل، ما اعتقدش ان انت تكون بتنزل بوست مخصوص او بتعلن مخصوص عن النادي الاهلي وانت ما بتعلنش مثلا عن مباراة النهاردة زي مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، ما عدا الحد هي الاولى بالعرض، هي الاولى بالاعلان. عندك مباراتين يوم الاثنين، الداخلية وغزل المحلة والمصري والجيش، اعلنتش عنهم، بتفوت ده وبتبدأ باعلان النادي الاهلي ثم تنزل بعد كده اعلان الجوله 21 كامله. طب ليه الافعال الصبيانيه دي؟ وانا هنا ما بقصدش بالافعال الصبيانيه الرابطه، انا بقصد المسؤول عن اكونت الرابطه، واكونت الرابطه بيصدر منه بعض الاشياء اللي فيها نوع من انواع التعصب، بلاش كلمه تعصب، الاستهانه، اللي زي ما اتكلمنا قبل كده في مباريات الثلاث مرات الاولى اتحط الاتحاد كمتصدر لجدول المسابقه، برغم ان النادي الاهلي كان المفترض هو يكون متصدر جدول المسابقه، لكن اعتمدوا على ان الاثنين عندهم 9 نقاط وحطوا الاتحاد، وقلت ده ما يصحش يا جماعه. وخاطبنا الناس النهارده بعد فوز النادي الاهلي على القطن الكاميروني، عاوزين يخلقوا حاله من الجدل او يوضحوا او يوصلوا رساله للراي العام ان احنا مش هنأجل مباراه النادي الاهلي. الغريب ان نفس الرابطه دي اللي رفضت تاجيل مباراه الاهلي والمقاولون العرب هي نفس الرابطه اللي اجلت مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا بنفس الظروف، بل ان الاهلي هيروح جنوب افريقيا مش رايح تونس. بمعنى كان يوم الثلاث الزمالك هيقابل، اعتقد 21 فبراير هيقابل سيراميكا كليوباترا، وهيلعب يوم السبت مع الترجي التونسي في تونس يوم 25 فبراير ان لم تخن الذاكره، الفارق الزمني نفس الفارق الزمني، وتم تاجيل مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي هيلعب يوم الثلاث مع انه لاعب يوم السبت مع القطن الكاميروني، وهيلعب يوم الثلاث مع المقاولين العرب ويسافر جنوب افريقيا. لماذا لم يتم تاجيل مباراه الاهلي والمقاولون العرب؟ هيتقال بوضوح شديد اصل النادي الاهلي عنده ضغط مباريات، وهل يتم عقاب فريق ممثل للكره المصريه ان هو بيشارك في كاس العالم للانديه حتى اخر يوم من ايام كاس العالم للانديه؟ هل ده يكون عقاب الفريق اللي بيرفع رايه الرياضه المصريه في المحافل العالميه؟ ده يكون عقوبته ان انت يكون عندك مباراه مصريه زي مباراه صن داونز
وتبدأ تتضغط فيها، تتضغط في مباراة في الدوري يوم الثلاثاء أمام المقاولين العرب، وتسافر بطيارة خاصة عشان تصل يوم الأربعاء أو الخميس وتلعب يوم السبت مباراة، لو خسرتها أنت بنسبة كبيرة جدا خارج البطولة. هل ده طبيعي من الرابطة؟ هل ده طبيعي من ممثل الرابطة الكابتن عماد متعب ممثل النادي الأهلي في الرابطة؟ هل ده طبيعي إن ما يكونش فيه حفاظ على حقوق نادي مصري بيشارك في محافل قارية ودولية؟ هل ده طبيعي ولا الناس خايفة ان يتقال ان احنا بنعامل النادي الاهلي معاملة خاصة؟ انت متعاملش النادي الاهلي معاملة خاصة، بالعكس لو بتعامله معاملة خاصة فانت بتضغطه، لان الحقيقة المعاملة الخاصة هي انك ريحت الزمالك وسيراميكا وده شيء طبيعي جدا وانت تشكر على ده، وهي دي مصالح الاندية في البطولات الافريقية اللي انت لازم تسعى ليها. ريحت الزمالك امام سيراميكا عشان يروح يلعب مع الترجي في تونس وليس جنوب افريقيا، لماذا لا يتم راحة النادي الاهلي؟ ومش عايز اعيد تاني وتقول لي اصل انت عندك مباريات مؤجله من كاس عام الانديه. انا برفع رايه الرياضه المصريه في محفل دولي، ما ينفعش يكون في النهايه ان انا اتعاقب ويتحط لي عراقيل قبل مباراه مصريه زي مباراه سان داونز. ده الامر بمنتهى الوضوح، فما كانش المفترض كمان يزيد الفعل ويكون فعل صبياني ان ينزل من وجهه نظري تويتا عن على اكونت رابطه الانديه بيفكرنا بمباراه الاهلي والمقاولين العرب يوم الثلاث بعد مباراه الاهلي والقطن الكاميروني المشرسه. اعتقد يعني اخفاق واضح جدا في التعامل مع النادي الاهلي، عدم تقدير لدور النادي الاهلي في الرياضه المصريه او كره القدم المصريه بشكل عام تحديدا، وممثل عن كره القدم المصريه بشكل عام تحديدا في البطولات القاريه الافريقيه والدوليه زي كاس العالم للانديه. الحقيقه كان لازم يكون في وقفه مهمه جدا مع النادي الاهلي، على الاقل عامله زي ما عملت نادي الزمالك، على الاقل كنت عامله زي دوري الموسم الماضي لما كان نادي المصري رايح يلعب نهضه بركان في المغرب وكان في مباراه قبلها تم تاجيلها من قبل الرابطه. نفس الفرق الزمني ده جالي النادي الاهلي قبل مباراه الرجاء البيضاوي المغربي ولم يتم تاجيل المباراه. لماذا يتم التعامل مع هذا الاهلي بمثل هذه الامور؟ ليه النادي الاهلي دايما لازم يدفع ضريبه نجاحاته، لازم يدفع ضريبه ان هو بيوصل للمباراه النهائيه، لازم يدفع ضريبه ان هو بيوصل لكاس العالم للانديه؟ مش معقول، والقصه بقت صعبه جدا، ولكن خلاص اعتدنا على مثل هذه الامور. النادي الاهلي كان بيلعب في كاس العالم للانديه، بوست واحد نزل من الاتحاد المصري لكره القدم عن التمنيات بالتوفيق امام ريال مدريد، ما دون ذلك ما كانش فيه تمنيات بالتوفيق قبل البطوله، برغم ان مثلا شقيقنا الهلال السعودي كان الاتحاد السعودي بيدعمه قلبا وقالبا. الدعم ده مش موجود للنادي الاهلي لاننا قلقانين وخايفين، لاننا دايما بنساوي الناجح بالفاشل، دايما بنساوي النادي الاهلي بانديه اخرى. لازم عشان تقول النادي الاهلي تقول انديه اخرى، وهي دي افه الرياضه المصريه الحقيقيه اللي هي دايما دايما عايزه تصدر لك قطبين، ولكن في قطب بيحقق انجازات، قطب بيحقق نجاحات، ما ينفعش تذكره لوحده، اصل هيتقال عليك وقتها ان انت بتحابي النادي الاهلي. اين المحاباه في الضغط اللي بيحصل للنادي الاهلي قبل سفر شاق جدا ومباراه مهمه جدا في جنوب افريقيا؟ دي كانت نقطه ما ينفعش نتغفلها على الاطلاق على الاطلاق، وللاسف كان المفترض الكابتن عماد متعب يكون عنده موقف واضح من اجل مصلحه النادي الاهلي مساواه بنادي الزمالك اللي تم تاجيل مباراته مع سيراميكا. وما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تقول اصل النادي الاهلي شارك في كاس العالم للانديه فيدفع ضريبه ده ان هو يتضغط في جدول الدوري، ده شيء صعب جدا. وان كان جماهير النادي الاهلي بشكل عام شريحه كبيره جدا منها طلبه النادي الاهلي وطلبه مارس الكره تحديدا، العب بالصف الثاني، العب بالصف الثاني ايا كان النتيجه امام المقاولون العرب، فانت تقدر تعوض نقاط المقاولون العرب لان ده دوري طويل وانت لعبت فيه 17 مباراه وانت متصدر جدول الدوري، العب بالصف الثاني وريح اللاعبين الاساسيين لمباراه سان داونز. انا مع رايي ان انت لازم بعض العناصر الاساسيه يتم اراحتها بشكل تام جدا، اهمها ممكن الشناوي، علي معلول، دول الاثنين في خط الظهر، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح للاسف مش جاهز، ممكن كنا نريح محمد هاني لكن على الاقل نريح محمد عبد المنعم. اليو ديانج لازم يرتاح بشكل كبير جدا لان انت هتحتاج في المركز ده لاعبين يكونوا في اتم الجاهزيه لان انت عندك مباراه صعبه امام سان داونز. حمدي فتحي لازم يكون في راحه ليه، فبالتالي بتتكلم في لعيبه مؤثره لازمها فعلا عدد مباريات او عدد ايام للراحه. اتمنى خماسي على الاقل اللي انا ذكرت منهم اللعيبه دي يكون مريح مباراه المقاولين العرب وقادرين نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله امام المقاولين العرب، وحتى لو نتيجه سلبيه تقدر تعوض ده في الدوري. المهم المهم لا تفقد فرصك في الصعود من مجموعه صعبه جدا، خاصه وانت لاعب امبارح امام القطن الكاميروني. انا بشوف ان انت لعبت مباراه مش افضل حاجه لكن طلعت بنتائج نتيجه المباراه وثلاث نقاط وثلاث اهداف، لكن معدل التسديدات يكون 9 تسديدات فقط لا غير، ده معدل قليل جدا. ولكن الجميل في القصه ان 8 من 9
تم تسديدهم من داخل منطقه الجزاء. فاكرين لما قلت لكم احصائيه ريال مدريد والاهلي، قلت لكم الاهلي سدد على ريال مدريد 15 تسديده منهم 12 من داخل منطقه الجزاء. احنا واضح جدا اننا عندنا تعليمات من الجهاز الفني للاعبين ان انت تصل الى منطقه الجزاء وتسديداتك معظمها تكون من داخل منطقه الجزاء، وهذا ما حدث على عكس فريق القطن الكاميروني اللي سدد 7 تسديدات منهم 5 من خارج منطقه الجزاء و2 من داخل منطقه الجزاء. السبعه دول اتعمل منهم 3 بلوك، يعني 4 فقط لغير اللي تخطوا البلوك اللي اتعمل ليهم. فريق ضعيف، فريق متواضع، فريق صغير في السن ما عندوش خبرات، ولكن كان فرصه ان النادي الاهلي يحقق فوز يرفع رصيده ل4 نقاط. ده بالنسبه للمباراه القادمه مع المقاولين العرب وموقف الرابطه وايضا مباراه صن داونز. خليني اتكلم في نقطه مهمه جدا، وطبعا الكابتن طارق دياب اتكلم عنها باستفاضه لما انا قلت لكم امبارح في حلقتي ان علي معلول هيخلينا نفكر ونتعب كتير جدا 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 بعد اعتزاله عن باك ليفت، لان انا بشوف علي معلول مش مجرد باك ليفت، انا بشوف علي معلول اهم مفتاح في فريق النادي الاهلي. كابتن طارق دياب ما كنت سمعته طلع وقال ان هو كانوا بيحلوا مباراه تونس وفرنسا، وارسن فينجر ساله مين هذا اللاعب على علي معلول، قال له ده علي معلول لاعب النادي الاهلي. طبعا قال له اللاعب ده بيلعب كرات مظبوطه جدا وتمريراته متقنه جدا واعجوبه، لدرجه ان في لعيبه في مركزه بتلعب في التوب ليفل ومش عندهم نفس دقه علي معلول. علي معلول بالتاكيد بالتاكيد كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي، ولكن اتمنى من جماهير النادي الاهلي ما تكونش قاسيه على اللاعبين امثال علي معلول او النجوم اللي بالفعل اضافوا للنادي الاهلي كثير وكثير جدا، وبالتاكيد النادي الاهلي اضاف لهم كثير جدا. لسه مكملين في حلقتنا وعندنا موضوع الرابطه، وطلع موضوع تاني الا وهو ايه؟ الرابطه عاقبت 930 من مشجعي النادي الاهلي. ليه يا عم؟ قال لك اصل صدر بعض التجاوز او الاساءات في مباراه الاهلي والداخليه. انا ما سمعتش في التلفزيون ما سمعتش، بس خلاص هم اكيد عندهم يعني تصريحاتهم عندهم يعني تسجيل، فهم خلينا نلتمس فيهم الصدق. طيب جينا لمباراه الاسماعيلي اللي انا اتكلمت فيها، وهي مباراه الاسماعيلي وفيوتشر، عقبه 687 حرمان مباراتين زي 930 جماهير النادي الاهلي حرمان مباراتين، ولكن في 13 مشجع من جماهير الاسماعيلي حرمان لنهايه الموسم. ستوب، نقف هنا بقى. انا قلت لكم مش هسيب موضوع ان هم يعتادوا على شعار النادي الاهلي وياخدوا البانر ويروحوا الاسماعيليه ويدوسوا عليه بالاقدام، مش هسيبه. انا هعمل اللي عليا، انا دوري ايه؟ اعلام. دوري ايه؟ اعلام. دوري ايه؟ اعلام. يعني اذكر الناس ال13 دول من وجهه نظري لابد من مخاطبه رابطه الانديه نعرف اسباب حرمانهم لنهايه الموسم. اكيد ال13 دول من اسباب حرمانهم لنهايه الموسم التعدي على المنشاه وهي ملعب الاهلي والسلام الخاص بالانتاج الحربي. من هنا لابد من مقاضاه هؤلاء، لان دول اهانوا شعار النادي الاهلي. مش بس كده، ده تعدوا على منشاه وتعدوا على ممتلكات عامه. لابد ان يكون ال13 دول عبره لمن يعتبر. انا مش قراري تنفيذي، انا قراري اعلام ان انا اقول فقط لا غير. فانا بقول يا جماعه ارجو معاقبه ال13 مشجع دول عقوبه جنائيه، عقوبة جنائية. لابد ان يكون في امن صارم وبشكل قوي جدا، ويكون في اتهامات واضحة مصورة، لان ال13 لما يتحرموا لنهاية الموسم بالتأكيد عقوبتهم ابعد بكتير من فكرة السب الجماعي. اتمنى النادي الاهلي ياخد موقف ضد هؤلاء الجماهير، زي ما النادي الاهلي خد موقف ضد الهلال السوداني في الكاف وجات العقوبات واتعاقب طبيب الفريق ب4 مباريات و10,000 دولار غرامة مالية لاعتدائه على محمد عبد المنعم. وقتها الناس هجمت الشناوي بشكل كبير جدا، ولكن الشناوي تعامل بشكل مسؤول، تم وضعه تحت الضغط وتم إهانة لاعب من لاعبي النادي الأهلي، وده غير مقبول على الإطلاق. مش بس كده، كمان تم تغريم نادي الهلال السوداني 20,000 دولار. ليه؟ لأن ما كانش متواجد أمن في تدريب النادي الأهلي، وتم إلقاء الشماريخ على النادي الأهلي أثناء التدريبات، وأيضا ما كانش متواجد أمن مع نهاية المباراة، وكان الممر ما بين الملعب وغرف الملابس كان في اعتداء على جماهير النادي الاهلي، على لاعبي النادي الاهلي من جماهير الهلال السوداني بالزجاج. وعشان كده الكاف حذر نادي الهلال السوداني اللي هيحضر المباريات 25 او 30 شخص فقط لا غير، 10 من الاتحاد الافريقي، 10 من الهلال السوداني، 10 من النادي الضيف. ولو تعدى الامر اكثر من ذلك هيتم حرمان الهلال من جماهيره، وهيتم تغريم الهلال 50,000 دولار. المفترض الهلال حاليا عليه 30,000 دولار وعقوبة الطبيب 4 مرات ايقاف. المفترض 30,000 دولار يدفعهم للكاف في غضون 60 يوم. انت لما تاخد اجراء العقوبة بتصدر،
خد اجراء ضد ال 13 ضد مشجعي نادي الاسماعيلي والعقوبه ستصدر والامر يكون جنائي عشان يكونوا عبره لمن يعتبر. دي نقطه انا بالنسبه لي مهمه جدا ان انا اتكلم فيها، لان انا كنت ضد ورافض، واي حد عنده بصيص فقط لا غير من الدم الحر في تشجيعه للنادي الاهلي هيعرف اللي حصل ده اهانه كبيره جدا من اشخاص لا تقدر قيمه الرياضه ولا تليق اصلا بالتواجد في المجال الرياضي. مش عايز اطيل على حضراتكم اكتر من كده، اشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا. لسه في نقطه ما ينفعش اعديها، الا وهي الكابتن مدحت شلبي واصطياده او محاوله التربص بالكابتن سيد عبد الحفيظ. يا كابتن مدحت، هو انت ما بتزهقش من كشفك؟ هو انت ما بتزهقش من اننا نوضح قد ايه انت كاره للنادي الاهلي في الوقت الحالي؟ هو انت ما بتزهقش نوضح ان انت بتتعامل او بتكيل بميكالين؟ هو انت ما بتزهقش نقول لك ان انت خايف تقترب من نادي الزمالك؟ هو انت ما بتزهقش نقول لك كفايه تضليل؟ هو انت ما بتزهقش نقول لك راجع مع فريق الاعداد؟ هو انت ما بتزهقش؟ ولا انت عاوز نتكلم عنك عشان انت خلاص اختفيت تماما ومبقاش حد بيشوفك؟ لان الحقيقه اللي بيصدر منك ده اما نوع من انواع التضليل الاعلامي او نوع من انواع يا جماعه اتفرجوا عليا فانا بنتقد الاهلي، وانتقد مين في النادي الاهلي؟ انتقد الناس اللي لا شعبيه ولا جماهيريه زي كابتن سيد عبد الحفيظ. ده راجل الصوره واضحه جدا ان كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم محمد معروف وايده جنبه وهدوء شديد جدا، ومحمد معروف ما خدش معاه اي قرار، وواضح جدا اداره الداخليه هو اللي بيتعصب، فتروح لكابتن سيد عبد الحفيظ وتجيب له اصل اللقطه واخد انذار السنه اللي فاتت. كابتن سامي الشيشين وقفنا في جهاز الزمالك اتطرد اكتر من مره، كابتن اسامه نبيه اتطرد اكتر من مره، كابتن اسماعيل يوسف اتطرد اكتر من مره، ما بتروحش ده ليه؟ طب ما بتروحش ليه لعيب النادي الزمالك؟ طب ما بتروحش ليه لرئيس نادي الزمالك اللي في السجن حاليا بسبب التجاوز، وعمرك ما انتقدته انتقاد واحد وقلت ما ينفعش ده في المجال الرياضي؟ انت بتروح للنادي الاهلي لانك اما مضلل اعلامي او انك اجبن من انك تتحدث عن نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك، او انك تجمع بين الحالتين، او الحالة الثالثة ان انت عايز الناس تشوفك لان غاب عنك على الاطلاق الجماهيرية اللي كانت موجودة ايام صباح الخير صباح النصر. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.